مشيت عجلة. فعلا اليوم كان مخصص للاعلام الرياضي المغربي باش يزور هذه المعلمه الرياضيه ديال مركب محمد السادس. يعني صراحه داك الشيء اللي كنا شفناه في التلفزيون اليوم شفنا عن قرب كل التجهيزات اللوجستيكيه سواء من المرافق ديال لوطيل 5 نجوم بالنسبه للمنتخب الوطني الاول، للمنتخب المحلي، للفئات الصغرى، كذلك المرافق الصحيه، وكذلك الملاعب الرياضيه. اعتقد على ان هذا اولا غادي يدخل بالنفع على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. لماذا؟ لان كنعرفوا بان المنتخب الوطني المغربي دائما كان كيترهق لا ماديا ولا لوجيستيكيا عندما كيتنقل للامارات او قطر او بعض الدول الاوروبيه باش يستعد سواء لكاس افريقيا او كاس العالم. ديال المركب الرياضي للمركب محمد السادس لكره القدم غيكون هو فاتحه خير لكره القدم الوطنيه، فاتحه خير للاداره التقنيه الوطنيه اللي عندها واحد مشروع كبير وكبير جدا يهم المنتخبات الوطنيه. الذهان الذي تحدثنا عنه في اكثر من مناسبه، قلنا بانه مستقبل كره القدم الوطنيه يرتبط بمراكز التكوين، ولكن هذه مراكز التكوين يجب ان تشرف عليها اطر من المستوى العالي لكي تكون هذه المواهب الكرويه اللي يمكن تكون هي المشعل وتكون هي المستقبل ديال كره القدم المغربيه. اليوم حاليا هذا الافتتاح ديال مركب محمد السادس لكره القدم يجب ان يكون نموذجا، ويجب ان يكون فرصه للانديه الوطنيه لكي يعني تخلق لنا مراكز، ما نقولوش بحال اللي كاين ديال المركز الوطني ديال محمد السادس، ولكن على الاقل مركز اللي يكون فيه مواصفات ديال التاطير ديال التكوين، خاصه باللاعبين، بالحكام، بالاطر التقنيه، وبالمواهب الكرويه الى غير ذلك. انطباع اولي يعني لا يمكن ان يختلف عن انطباع باقي الزملاء على مستوى الدردشات اللي كانت على الهامش. اي واحد عاقل او اي واحد غيكون موضوعي في التقييم ديالو الا غيشهد بانه طفره كبيره جدا تحققها الرياضه المغربيه على مستوى بنيه تحتيه جديده تتعزز بهذا المرفق الحيوي الكبير والغير المسبوق، الغير المسبوق على مستوى المنشات، على مستوى المرافق اللي كيضم، على مستوى مختلف الاشياء المحيطه به، لا الترفيه، لا اللوجيستيك الخاص باللاعبين، الاقامه اللي شفنا وحده فندقيه من طراز عالمي مصنفه على اعلى مستوى تضم 70 غرفه منفرده، يعني بالغرف اللي كنشوفوا في الفنادق المصنفه على مستوى العالم. وايضا اللي تهمنا كاعلاميين رياضيين هو الظروف ديال التحضير على مستوى الملاعب، ملعب طبيعي اللي كنتواجدوا فيه حاليا، ملعب بمواصفات الفيفا. انا باعتقادي الشخصي ما نكونوش مختصين في تحديد جوده العشب او غيره، ولكن بالمعاينه الاولى وحتى المعاينه اللي كنعرفوا الملاعب المتوفره في العالم واللي شفناها واللي تبعناها، فانا كنعتقد بانها منشاه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.